احلى صينيه نيفه عند اولاد زكي خليفه في حاره اليهود في الموسك. النيفه فوق النيفه والصينيه تحتيها تفتح النفس من جمالها وحلاوتها. كباب الحله بقى عنده متقطع كده شرايح، اللون الوردي الجميل اللي ينزل في السمنه البلدي على طول، يا جماله. عشان تروحوا لاولاد زكي اول حاجه، احنا هنا في شارع بورسعيد ويعتبر ورانا الموسكي، هنا في العروسه المستعارات التجميل، وفي الممر هنا. الممر ده هتخشوه من جوه شمال في يمين ويمين وشمال وشمال في يمين لغايه لما تلاقوا ان شاء الله اولاد زكي وتوصلوا لاحلى نيفه موجوده في جامعة. عشان نوصل المكان صعب جدا، يعني عشان نوصله صعب. احنا ماشيين اهو، اول الشارع هنا كان كبير بس بعد كده سيب تشكيله جميله. عندك هنا كله ذهب صيني؟ اتفضل يا باشا، كله ذهب صيني. احلى ذهب صيني، احلى حاجه في الدنيا، ما نورعش على الناس. الراجل ده من المتابعين. ها راجل اسمك ايه؟ مين الجميل امور، ربنا يبارك له ويديله الصحه. عشان خاطر نوصل للمكان اللي فعلا قالوا كل الناس عليه ان الاكل فيه جامد جدا، ادينا ماشيين ربنا نوصل بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد رحلة معاناة وصلنا لأجمد مطبخ هتاكلوا فيه أحلى أكل. اول طلب بقى خدته واحد نيفه قعد يقطعه لي كده ورا بعض شرايح جميله ورفعها لي بطرف السكينه على قلب الطبق ومعاه الرز ابو شعريه ومن فوق الفلفل الاسود. جاب لي بقى شويه الشوربه بلسان العصفور بالسمنه البلدي، جامده. غير بقى الفاصوليا البيضة الجميله الحلوه اللي تجري ريق الواحد، الله عليها. والبسله اللولي اختراع جامد جدا. غير بقى الملوخية الصعيدي، وببعت سلامي لكل الصعايدة المحترمين. شوفوا بقى الطعامة والنشوفية بتاعتها. والفريك ما يحب الشريك عند أولاد زكي خليفة في حارة اليهود في الموسكي، يا جمال. ما كانش أكل بيتي يجي عند مطعم الحاج زكي في درب الحمصاني في حارة اليهود عشان خاطر يأكل أحلى طبق نيفة. الساعة دلوقتي 2 وقت الغداء، الراجل دوان بيفتح من الساعة 1 لغاية لما الوجبة بتاعته تخلص، يعني ممكن بقى تخلص الساعة 4 الساعة 5 زي ما حضراتكم شايفين. كل ما الأكل البلدي الجميل والأكل البيتي من رز شعرية ونيفة، وكمان الفريك اللي ما بيحب الشريك، والملوخية، بصوا الملوخية الخضراء الجميلة الصعيدي ده أهم من كل شيء، والتوليات بقى اللي انتم بتحبوها اذا كان بسلة او حتى فاصوليا بيضة او كل حاجة جميلة. قول لي يا باشا، انت قلت لي تعالى ناكل هنا، ايه السر؟ لا ما شاء الله، الله اكبر. المطعم ده اكتر من 30 سنه كنت باجي مع والدي الله يرحمه وابوه كان موجود. حاجه ما شاء الله، البركه والحاجه البيتي والحاجه الدرجه الاولى موجوده زي ما هي. اي ممكن اسعار تتغير، لكن محمد ما شاء الله الاكل حلو ابا عن جد ما شاء الله عليه. اهم حاجه ان الاكل حلو. لا بالصلاه على النبي. وانا جاي ازوق ونشوف اول حاجه نبتدي بيها ايه بقى مع بعض. قول لي كله حلو ما شاء الله. ترشح لي ايه الاول ابتدي بيه؟ نسخن نبتدي بالشوربه. طبعا الشوربه بسم الله ما شاء الله ريحتها والهفهفه بتاعتها من الناس اللي هي يعتبر ايه، حاجه اثريه، حاجه مش موجوده دلوقتي. محمد محترم، محمد زكي الله اكبر عليه، واحنا لفينا وجينا وروحنا من قلب الاماكن ودخلنا حواري عشان نوصل لاحلى مكان بيعمل اكل حلو ما شاء الله. اول حاجه نبتدي مع بعض بايه؟ الشوربه. الشوربه، اضرب الشوربه معايا عشان نعرف برضو الطعم يبقى. قول لي. ها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا بصراحة الشوربة ما شاء الله. الله لا لا لا. أكل بيتي يعني بيجيله من آخر الدنيا ما شاء الله. الليمون بقى احنا قلنا كده الأول. نجرب الليمون كده يا باشا. اللهم صل على النبي. شوفوا بقى شوية الشوربة دولا. اتفرج أنت عليا، ما لكش دعوة، اتفرج. أنا مش هقول أكتر من كده. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا خلصنا. ده انا زدني شرف يا باشا. ايوه يا باشا، انا من احد المتابعين. ده انا زدني شرف حبيبي. ايه رايك في المطعم هنا؟ 100 100. هو ده اهم حاجه، بس انا بحب اتفرج عليه. ربنا يخليك يا باشا حبيبي. طيب احنا دلوقتي جربنا شوربه،
تمام خش على ايه دي النيفه طبعا النيفة. انا باجي هنا عشان النيفه النيفه بسم الله ما شاء الله بصوا حضراتكم انا عايزك تنزلي كده شويه عشان نتفرج على تقطيعه النيفه تحسوا حضراتكم مسطره شوفوا ضربته لكل حته في النيفه اه اللهم صل على النبي ايه الجمال ده ايه الجمال ده ايه الجمال ده اه ناخد الحته دي كده يا دي نيفا حاج ولا كهرمان بالصلاة على النبي نيفا نيفا بالصلاة على النبي نيفا نيفا اهم حاجه طب انت ما بتاكلش ليه عايزك تدوق معايا انت دعوه دوق انا عايزك تدوق تقول لي دوق مش قادر عازمني قول لي يلا تحت امرك ايوه حبيبي قول لي بقى كده الوضع ايه ايوه لا بالصلاة احلى حاجه عارف بقى شويه الفلفل الاسود اللي بيحطوه الرز ده الشغل بتاع زمان طبعا اللي هو المفلفل على 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 الشعريه محطوط عليه واخد سنه كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ربنا يسامحك يا حماده ما جبتنيش حماده ايه يا عيال الاماكن دي كلها مش عارف ليه ما جبتنيش ايه ما جبتنيش ايه ليه بقول 20 سنه يا حماده وداخلين المطعم ده ازاي ما جبتش عدنان مش عارف احنا جربنا وادي الفازوله البيضاء نخش على البسله طبعا البسله دي عيش عيش عش عش من هنا لغايه بكره نحط كده شويه البسله وبرده نقول بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا بقى البسله كده انا ما باكلش بسله انا باكل لولي مش بسله بصراحه تسلم تسلم المكان اللي انت جبتني فيه وعم محمد زكي الناس المحترمين اللي فعلا الاكل جميل قوي اتمنى من كل المتابعين اخد عدنان يجوا يشرفونا وينورونا عند عم محمد زكي معروف جدا محمد زكي في حاره اليهود ايوه فين بقى الوان فين محمد ضرب الحمصاني في حاره اليهود بس كده بس كده هو ده الشغل بتاع محمد زكي ازاي الشغل في حاره اليهود بس مفيش مطعم ايوه انا جاي لك موزه ونيفه وكباب حله وكده ما شاء الله جاي لك بس اهم حاجه اهم حاجه الملوخيه الجامده دي بصوا حضراتكم يعني حاجه كده شغل صعيدي وشغل كده الناس بتوع زمان اللي هم فاهمين الاكل عامل ازاي والملوخيه تتحط هنا اهو على الرز ونقول بسم الله بقول لكم على حاجه الاكل جامد جدا تعالوا جربوا هيعجبكم ما فيش اكتر من كده كلام احلى رعشة محمد باشا التاريخ كله الحمد لله ربنا يخليك وربنا يبارك لك وربنا يدينك الخير كله الحمد لله عايزين بقى نتفرج على النيفة وتشرح لنا النيفة عباره عن ايه هي الاول النيفة بسم الله الرحمن الرحيم الاول نسلقها في شويه الشوربه دول تمام شويه الشوربه دول بيبقى اساس اللحمه الضاني الاخر انت حضرتك دقتها كانت تمام وبعد كده بنحطها في شويه صلصه مع التتبيله بتاعتها تمام تاخد تسويه بقى اللي هي ايه اسم النيفة تسويه النيفة حتة اللحمة الطرية دي يعني هي دي اسمها نيفة اسم نيفة هي النيفة دي اسم مش حتة لحمة معينة بعد كده نحطها في صينية الضغط بتاع النار اللي هي السخونية بتاعت النار دي بتنزل على الصينية وراني كده عم محمد اطلع بالنيفة كده تبقى بالمنظر اللهم صل على النبي تبقى بالمنظر الله أكبر ايه الجمال النيفة دي عم محمد اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك طب النيفه بقى من اي حته انت بتستني اي حته الرقبه 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 ضاني معروفه بس ما غيرناهاش انا وارثها ابو كباب الحله بتعمل من ايه الكباب حله بناخد احنا بنقول للجزار بندينا العروق اللي في الفخده يعني بتاخد وش الفخده لا العرق اللي جواها الفخده وتقطع كباب حله ترنشات ده كده مثلا قبل ما يتحمر ايوه ده قبليه انزل لي كده مثلا واحده اهي كده اوه ايه ده ايه ده ايه ده حته كمان ده الكباب حله ده الكباب حله بس هيتحمر بشويه سمن طبعا ده انت كده جواهرجي مش ده بجد والله ده منظر يعني بصوا انت بقى دوق دي بصوا من غير ما دوق ده بصوا حضراتكم عامله ازاي شوفوا سبحان الله الحته الجوانيه دي والبرانيه شغل جامد حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم هجيب يا حاج حبيبي يا رسول الله واحد كباب حله كباب حله كباب حله من نيفا كباب حله طب مين من اي حته
بس اجدع ناس يا باشا، السوايز ناس محترمين. صحيح طيب. بص بقى اتفرج كده يا باشا والتقطيعه مسطره مسطره، الله اكبر عليك يا حاج محمد، مسطره شغل جامد، الله اكبر. ايوه كمان بسيخ. اوه بقى كده الحد هنا في الصلصه، سيبها بقى كده شويه. ايوه انت بتعمل نيفه وفراخ بس، نيفه وموزه وكباب حله وفراخ زائد الخضار بقى. في احنا بنشكل الخضار ده يوميا بقى، يعني النهارده بسله، فاصوليا بيضه، فريك، ملوخيه، بكره يبقى بطاطس. الفاصوليا والملوخيه والفريك احنا هنا اساسي بيهم، بنغير صنف واحد بس يوميا بقى، البسله، بطاطس، كوسه، باميه، بنغير الصنف واحد. طيب. انما الاساسي عندنا الفاصوليا البيضاء والملوخيه والفريك. طب الملوخيه عندنا هو صعيدي، ها ملوخيه ناشفه معموله بطريقه برضك دي سر صنعه، واللي ياكلها في زباين كتير قوي تاكلها على اساس ان هي خضراء. نعم. طيب الفراخ عندك بيضه؟ بيضه بيضه. انا بقى صريح عشان ان معظم الزباين عندي هنا زباين كبيره، يعني بيحبوا الحته الطريه، الحاجه الطريه البلدي بيبقى شادد شويه، وانا معروف هنا بالسوى، يعني حته اللحمه المستويه ماسكه نفسيها كده، واسكنيه ولا الفراخ. بس بصراحه النيفه علمت في نافوخي، ده شرف لينا يا باشا. شرف ليا يا عم محمد، حبيبي حبيبي. طيب احنا المواعيد بقى من الساعه كام للساعه كام؟ احنا بنبدا شغل بننزل الطلب للزبون بعد صلاه الظهر، حسب بقى لما يسهل ربنا كده، حسب التسهيل. طيب لو جه بقى الزباين حبوا يجوا لحضرتك، يجوا من اي اتجاه؟ في اتجاه باب الشعريه من حاره زويله لحد يخش مثلا حد مدرسه العدوي ويقول مطعم محمد زكي، يجي من الموسكي يقول برضك مطعم زكي، يجي من الحسين مطعم زكي، بفضل الله ودعاء الوالدين معروفين في اي مكان. ربنا يديك الصحه يا محمد. حبيبي يا عم عدنان انت نورتنا، واحلى حاجه ان انت راجل طيب وبشوش. الله يحفظك الله يحفظك، كل سنه وانت طيب. وانت طيب نورتنا يا ريس. احنا بنلف كل حته وبفضل الله بنيجي الاماكن الحلوه اللي فيها اكل جميل. اولاد زكي من الناس القدام جدا بيعملوا الاكل حلو، والنيفه بالذات هنا في حاره اليهود هو معروف، وطبل الحمصاني، والناس هنا كلها ناس طيبه. واحلى حاجه عم الحاج اللي هناك اهو، الله يبارك له وربنا يزيده، وادعو كل متابعين اكل عدنان يجوا هنا المنطقه وهيشوفوا حاجات حلوه واكل جميل. شكرا.